بسم الله الرحمن الرحيم. تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طرحة كبيرة بعد انقطاع سنتين عن مسيرة الاتحاد والتي تمثل قبائل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تدين بالولاء إلى هذه الأرض الطيبة وإلى حكام هذه الأرض الطيبة. ونحن باسم قبيلة بني كتب نقدم ولاءنا وشكرنا وعرفاننا إلى سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات، ونحن إن شاء الله على العهد باقون.